بقيت فاطمة ولكن ليس لها ميراث، لا هي ولا زوجاته ولا عمه العباس ولا أحد من عصبه، لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبوا ملكا يورث من بعدهم، ولكن الله عز وجل منع ذلك، فالأنبياء لا يورثون، بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له.